ومساكم الله بالخير. هذا وش يا اصيل؟ رجل. ها؟ رجل. وشو؟ رجل. رجل. نجر. نجر. نعم مو نجر، هذه مطقة. ونمسي عليكم ثاني مرة بالخير. عندي الخيمة هذه. الخيمة هذه يمكن قبل 7 سنوات اشتريتها. وصفطته يمكن له 5 سنوات. ونسيته كل الفترة اللي راحت نسيته. ما كان عندي خيمة. فطلعتنا اللي اسبوع اللي راح جاب واحد من العيال خيمة نفسه. واتذكر ان عندي خيمة انا نفسه. بس هو اللي جاب 3 بـ3 واللي عندي اكبر 4 بـ4 هذه كبيرة. يا ولد وين حطيت خيمتي انا؟ وين وين وين؟ واذكر اني حطيته مستودع واحد من عيال عمي بالمزرعة. واروح اليوم واخذه. عاد ببنيه الحين، لان بكره طالعين ان شاء الله. فببنيه وبشوف وش وضعه. متهرية ما هي متهرية، تنفع ما تنفع، ما ادري وش وضعه. تقل جاية اشياء بس ما ادري وش. ممكن تنغسل بغسلة اذا امورها طيبة، بس ما راح تبين معي مبنية. نبنية يا اصيل، نبنية يلا الحين نبنية. ها هي ترتفع، لازم نثبت الاطراف الاربعة. شوف هنا بالحوش تضبط معي ولا ما تضبط. بسم الله. والله يبينا غسل، يبينا غسل. لا خل هذا برد، عطل الثاني فكه فكه عكس. ايوه نزل تحت. لا ماسك ماسك. اي والله متمسك. لا ذكر ماسك على شكله مي خربان. بس من داخل يبيله غسيل. ايش في دي؟ تقول في زيت داخل اصلا. اي ما ادري ايش صار. زيت. ها؟ فعاد هذه هي الخيمة. أمورها طيبة جدا وماسكة ولا فيها شكوك ولا فيها شيء. لكن تبي تدخل ادخل دقيقة بس. بس من البطة مصدية شوي. يبغى له غسيل من داخل. من داخل به ما ادري ايش اللي عليه هذا. لكن يبي له رشة موية وتنشف لين بكرة. حاصل؟ تبجي بنظاراتك؟ شوف شكلها من هنا. اكبر نظارتين
بغسلها الحين. خلصنا غسيل، فتحت الباب هذا علقته بالتريشة عشان تنشف من داخل، باقي الباب هذا والباب اللي منك، بس بشوف لي مكان أو شيء أثبت به عشان يدخل الهواء وتنشف. أنا تذكرت ريحة الزيت والزيت اللي داخل وش كان موجود قبل، نسيت سنة من السنين الظاهر حطيناه به مطور عشان المطار أو زي كذا، هو اللي من الله، لكن الخيمة ممتازة ومتماسكة. ونظفناها الحين من داخل، ننتظره تنشف إن شاء الله. أن نخيم به هالخميس والجمعة والسبت هذه بالقرية. كذا غسلناه من داخل، توه نظفت، لكن الماء هذا شلون نطلعه؟ هذا اللي على طبعا هذه فتحة النار، لكن نظفناها من جوا. حلوة أصيل، هذه حلوة. شو اسمها هذه؟ هذه الثلاثة. لا هذه. هذه. إيه. هذا العلبة، العلبة جيب القهوة وقويك. حبيبي. كفو عليك. هي تبي تجيب القهوة بالخيمة وتقوينه؟ إيه. كفو عليك. أدري أجلس. أبى أجلس هنا بس ما نجلس يا ما تنشف. وبعدين نجلس العصر إن شاء الله. زين؟ يلا اطلع اطلع وليدي اطلع. الله هذا لازم نكبه، هذا ما راح ينشف، هذا لازم تفرغه. وخر أصيل وخر. هذا لازم يبي له رفع كذا. ها؟ هذا عاد ننظفه، عاد نشوف الحل، نخلي الماء ينزل على التراب ولا هي تنشف من هنا لبكره تكون ناشفه. ها؟ ومثل ما انتم شايفين غسلنا الخيمه، ولا الخيمه طلعت مضبوطه صراحه، ما بت شقوقات ولا اكلها الارض ولا الدود. ها؟ انا بدي اياها. اي خلاص ابشر. فالخيمة طلعت مضبوطة، كان فيها بعض الزيت وهذا من مثل ما قلت لكم كنا حاطين فيها مطور، لكن نظفناه. وإن شاء الله إن الله أحيانا وحياكم نخيم به هالويكند بالقرية. يابا بروح أتلب بروح ألبس توبي. ألبس توبك روح. الآن أجيك. فانتظرونا إن شاء الله يوم السبت أو الأحد. خلاص خلاص أوكي، في أمان الله يا ربع.